هنبدأ بالحصاد وبنبدأ بلعبة الاسكواش، وهي لعبة عظيمة ولعبة عريقة، دايما بتكون عندنا حاجات كتيرة وإنجازات كتيرة فيها. هنشوف لعبة الاسكواش أول لعبة معانا في الألعاب الفردية قالت إيه في سنة 2018. مصطفى عسل، ذهبية بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة بالهند، ذهبية أولمبياد الشباب بالأرجنتين، ذهبية بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش. ده رقم واحد. رقم اتنين، معانا أحمد حسني وسام الروح الرياضية ببطولة نيجيريا الدولية، ويسرب عادل ذهبية بطولة باكستان الدولية. في إنجازات كتيرة للعبة الاسكواش، لسه مستمرين مع لعبة الاسكواش في 2018. كابتن كريم عبد الجواد ذهبية بطولة العالم للفرق منتخب مصر، وذهبية بطولة البلاك بول الدولية، وذهبية بطولة باكستان الدولية. لو خلصنا الاسكواش هنروح للعبة الكاراتيه، وهي لعبة برضو عندنا على أبطال وألقاب وما شاء الله ميداليات ذهبية كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى، لكن هنعمل سبوت على أهم إنجازات لعبة الكاراتيه في 2018. كسبنا 6 دروع من أصل 8، 4 دوري ناشئين، 2 كاتا شباب، مركز تاني كوميتيه شابات، ومركز تاني كوميتيه شباب. عندنا ابطال، اسماء كبار في لعبه الكاراتيه في النادي الاهلي، ابطال عالم، عندنا ابطال عالم كتير ما شاء الله. كابتن محمد صلاح فضيت بطوله العالم للكاتا فردي تحت 19 سنه. كابتن محمود عمرو فضيت بطوله العالم للكاتا جماعي تحت 18 سنه. كابتن مصطفى الغباشي فضيت كاتا جماعي وبرونزيه في كاتا فردي بطوله العالم، فضيت بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر. ما شاء الله على لعبة الكاراتيه، حصدها في 2018 دايما مشرفانا. جيانا فاروق بطلة من أبطال العالم، وبطلة كل الناس مستنية لها مستقبل كبير، وإن شاء الله طوكيو 2020 هتكون محققة ميدالية بإذن الله لمصر. جيانا فاروق فضيت بطولة البحر المتوسط بأسبانيا، برونزية بطولة العالم للكاراتيه بأسبانيا. كابتن ياسمين الهواري ذهبية بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر. كابتن تؤى هشام ذهبية بطولة العالم فرق، وبرونزية كاتا جماعي بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر. إنجازات كبيرة وبطولات وما شاء الله، وعندهم ألقاب كتيرة. لعيبة قعدنا نحصل في لعيبة الكاراتيه ونقول هنقول كلام كتير، مش هناخد 3 دقايق، بالعكس هناخد ساعات كتيرة جدا نتكلم عن لعبة الكاراتيه. اللي بيدير لعبة الكاراتيه في النادي دكتور مراد عاصم، يعني فعلا بنديله كل الشكر وكل التهنئة، وكل الجهاز الكاراتيه جهاز فعلا على قدر النادي الأهلي تماما. هنروح للعبة تانية، وهي برضو لعبة رقمية ولعبة مهمة جدا في النادي الأهلي، لعبة السباحة. هنشوف إنجازات السباحة وميداليات كثيرة جدا في لعبة السباحة 2018. بطولة منطقة القاهرة البطولة الشتوية، حصد 14 كاس من أصل 18، والبطولة الصيفية حصد 15 كاس من أصل 18. بطولة الجمهورية القصيرة البطولة الشتوية حصد 18 كاس من 20، البطولة الصيفية حصد 13 كاس من أصل 18. بطولات الجمهورية المفتوحة البطولات الشتوية حصد 12 كاس من 14، والبطولات الصيفية حصد 8 كؤوس من أصل 14 كاس، وأعتقد دي كانت أقل بطولة لعبة سباحة قاعد فيها كؤوس، لكن مفيش مشكلة. 85 كاس من أصل كام كاس؟ 114، نسبتهم 75% تقريبا قدام كل الفرق في البطولات الاتحاد وبطولات المنطقة. حصد جميع الكؤوس الخاصة الدرع العام في بطولات الجمهورية والمنطقة، حصد جميع المراكز الأولى العمومي في جميع بطولات الاتحاد والمنطقة، الحصول على 106 ميدالية في بطولة بلغاريا الدولية. دي كده السباحة بصفة عامة، لكن هنخش على الحصاد بالنسبة للاعبين. وكابتن علي خلف الله أحد نجوم النادي الأهلي في لعبة السباحة، برونزية دورة الألعاب ألعاب البحر المتوسط بأسبانيا، كسر الرقم القياسي المصري 50 متر حرة في بطولة العالم بالصيد، رقم كان مهم جدا جدا، كسر رقم القياسي لمصر، وده كان حاجة مهمة، وإن شاء الله نستناه برضو في طوكيو 2020 كابتن علي خلف الله. 4 ذهبيات
واثنين فضيه في بطوله افريقيا بالجزائر. كابتن احمد خالد ذهبيه واثنين برونزيه دوره الالعاب الافريقيه بالجزائر. كابتن فارس عماره برونزيه دوره الالعاب الافريقيه بالجزائر. كابتن احمد حمدي ذهبيه وبرونزيه لبطوله افريقيا بالجزائر. مستمرين لسه مع السباحه، عندنا حصاد كتير في لعبه السباحه ما شاء الله، مع ان دي حاجات قليله جدا بالنسبه للسباحه في النادي الاهلي. كابتن ساندي ايمن ثلاث ذهبيات 200 و400 و800 في دوره الالعاب الافريقيه بالجزائر، وفضيه بطوله افريقيا للمياه المفتوحه ايضا بالجزائر. ميار جابر برونزيه دوره الالعاب الافريقيه بالجزائر. محمد سامي ما شاء الله، ميشو ده حكايه وروايه كبيره جدا في السباحه في النادي الاهلي. 11 ذهبيه وبرونزيه، 11 ذهبيه وبرونزيه في بطوله افريقيا بالجزائر، وكمان ايه كسر الرقم الافريقي والتاهل لبطوله العالم المقبله وكاس احسن سباح في افريقيا. لسه مستمرين برضو مع السباحه النهارده ما شاء الله. وكابتن هانيا مورو احد نجوم النادي الاهلي، اربع ذهبيات واثنين فضيه في بطوله افريقيا بالجزائر، برضو احسن سباحه في افريقيا. ورويده هشام ذهبيه واربع فضيات في بطوله افريقيا بالجزائر. هنسيب السباحه ونروح للعبه اخرى، العاب القوى، ام الالعاب، عندنا حصاد فيها كبير في اطاحه المطرقه ورمي الجله، وعندنا في العدو يعني ما شاء الله بطولات كثيره وانجازات اخرى بتزيد من ارقام وانجازات النادي الاهلي. هنروح لالعاب القوى، الحصول على المركز الاول في بطوله كاس المنطقه وكاس الجمهوريه. اطاحه المطرقه، كابتن مصطفى الجمل ذهبيه بطوله افريقيا، فضيه كاس العالم للقارات بتشيك، ميداليه عزيزه جدا على كابتن مصطفى الجمل وعزيزه على النادي الاهلي. كابتن اسلام مسعد فضيه بطوله افريقيا. كابتن حسن عبد الجواد برونزيه بطوله افريقيا. انجازات لالعاب القوى، انجازات كبيره العاب القوى بتحققها في النادي الاهلي، ولسه مستمرين مع العاب القوى. في دفع الجوله كابتن محمد مجدي حمزه فضيه بطوله افريقيا وسابع كاس العالم للقارات بالتشيك. بالنسبه للجري اسامه حسين فضيه دوره الالعاب الافريقيه للشباب. اعتقد كده العاب القوى بيخلص حصادها معانا، لكن لسه مستمرين في حصد ان شاء الله كل الميداليات وجمع يعني ملخص سريع بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ايه اللي حصل في 2018. هنروح للعبه التنس، وهي لعبه مهمه جدا، تنس طاوله وفيها ابطال، كابتن سيد لاشين، كابتن دينا مشرف، كابتن يعني كباتن كتار كبار حققوا انجازات كبيره جدا. تعالوا نبص ونشوف حققوا ايه معانا. هنبدا بالتنس، خد ايه التنس طاوله في النادي الاهلي؟ ذهبيه البطوله العربيه رجال وسيدات رقم 30 اللي اقيمت في تونس مؤخرا، المركز الاول ببطوله منطقه القاهره بجميع المراحل، ما شاء الله قافلين المراحل كلها التنس طاوله عندنا في النادي. المركز الاول ببطوله الجمهوريه، هو البطوله الاقوى اللي بيشترك فيها كل الانديه في مصر بجميع المراحل ما عدا مرحله واحده، يعني التنس طاوله قفل بطولات السنه ما شاء الله ما عدا مرحله واحده هي 12 سنه. هنروح لابطالنا البارزين في التنس طاوله، كابتن سيد لاشين يعني من اعظم اللاعبين اللي جم في تاريخ لعبه التنس طاوله. حصد ايه؟ ذهبيه بطوله افريقيا للفرق. كابتن خالد عصر ذهبيه بطوله افريقيا للفرق وبرونزيه البطوله العربيه رقم 27 بالقاهره. كابتن محمد البيلي ذهبيه البطوله العربيه رقم 27 بالقاهره. ما شاء الله انجازات التنس طاوله بتتكلم عن نفسها. لسه مستمرين مع التنس طاوله، يعني نجمه كبيره فعلا. كابتن دينا بشرف حصاد كبير ليها، لكن يعني اهم ميداليه جابتها السنه دي ذهبيه دوره الالعاب بالبحر المتوسط باسبانيا. مفيش بنت في مصر حققت المركز ده الا دينا مشرف، ما شاء الله عليك يا دينا. ذهبيه البطوله العربيه رقم 27 بالقاهره. محمود اشرف حلمي فضيه افريقيا للشباب. كابتن علي غلاب ذهبيه افريقيا للشباب. وبكده التنس عندنا التنس الطاوله حصد وانجز في السنه دي بطولات كتيره
وجاب ميداليات كتيره لمصر وللنادي الاهلي. هنروح نسيب التنس طاوله وهنطلع على التنس الارضي نشوف عمل ايه في حصاد السنه دي معانا في 2018. التنس الارضي حصد دوري الرجال والسيدات في مرحله العمومي من 20 سنه ما حصلش. حاله خالد ذهبيه زوجي بطوله دوره الالعاب الافريقيه بالجزائر كابتن عمر سلمان، ذهبيه بطولتي اسبانيا وايطاليا بسمله ابراهيم، فضيه دوره الالعاب الافريقيه بالجزائر. لو سيبنا التنس ودي انجازات التنس، وكان انجاز مهم ان الدوري رجع مره ثانيه للنادي الاهلي من 20 سنه ما دخلش باب النادي، لكن السنه دي قدروا الابطال عندنا ان هم يدخلوا الدوري العام لمرحلتي الكبار رجال وسيدات. الدوري العام دخل على ايدين الكباتن الكبار اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي. هنروح لاخر لعبه وهي لعبه الجمباز، ولعبه الجمباز لعبه اعضاء كتير بيمارسوها، وهيكون معانا حوار كتير عن الجمباز مع كابتن رؤوف عبد القادر عشان نعرف منه اخبار كبيره عن الجمباز، لكن خلونا نشوف ايه الحصاد للعبه الجمباز في 2018. كابتن فرح السيد، كابتن فرح سيد ذهبيه بطوله افريقيا بناميبيا، وكابتن محمد موسى ذهبيه بطوله الالعاب الافريقيه بالجزائر. ما شاء الله عليكم، انجازات كتيره في الالعاب الفرديه للنادي الاهلي في 2018، موسم عظيم، موسم رائع. دايما لعيبه النادي الاهلي مشرفانا في المحافل الدوليه، ودايما حطانا على الخريطه العالميه والخريطه الافريقيه، ودي حاجه مشرفه جدا لينا. اعتقد ان جماهير النادي الاهلي سعيده جدا بلعبتها. ان شاء الله باذن الله السنه الجديده هتكون سنه احسن من كده كتير.